نبدأ في ال باش نخدمو سيري اليوم إن شاء الله. اللي هي لهنا سيري شنو على شنو؟ سلام دكتور. سلام سيري، اليوم باش نخدمو على براتيك على ال يعني على لي بوكل، باش نزيدو نفهمو لي بوكل والستيل متاع لي كيستيون لي جون على لي بوكل. باش نخدمو سيري اللي عطيت لكم في الجروب واتساب، بيه اللي هو عندنا تروا بوكل، عندنا بوكل كول، عندنا بوكل ريبيتي، وعندنا بوكل بونكل. بيه ليكزارسيس ان كافي شاك سيكونس اكريت اون دي تون سير ليكرون. كل واحدة عندنا عندنا ان انسومبل دانستريكسيون وقال لك تعمل لي لافيشاج، يعني كانك شنو باش تعمل انت تو باش تعمل تورناج على ما باش تعرف انت لافيشاج شنو باش يفيشي. بي اول واحده هي هذه البوكل هي، دونك شو قلنا نحنا في البوكل بول؟ قلنا راو عندنا كونتور منين باش يبدا لي الفالور انيسيال هي كل واحد، والفالور الفينال مش خمسه، الفالور فينال هو خمسة إلا واحد، قداش يساوي؟ يساوي أربعة، ديما الفالور فينال نقصو لها واحد. باهي خلونا نكونو متفاهمين لهنا، شنو لي زانستريكسيون لي فوسط البوكل بول لهنا؟ شنو لي زانستريكسيون لي فوسط البوكل بول؟ أي شكون يقول؟ لا لا الانستريكسيون يعني التريتمون اللي باش نعملوها باش تتعاود فصل الفور شنو؟ الفان باش تتعاود اربع مرات. كيفاش جماعة كيفاش نعرف اني انا موجود فصل البوك البور والا البرة من البور؟ كتاب البريد فوق ولا تحت؟ كذلك ثم لاندونتاسيون هذه شفتو؟ هذه ايش معناها؟ راني دخلت في وسط الفور، توا نخدم في وسط الفور، كيظلك نفس النيفو مع الفور راني مشني نخدم في وسط الفور كيما البرنت الثانية شفتها، هي والفور نفسها. دونك شنو؟ دونك مشي البرنت هذه مشي في وسط البوك الفور. دونك ديما اذا عندك فور يا جماعة، كيظلك عندك فور هك ماك باش تعمل دو بوان، كي تعمل اونتري ما تجيش ترجع للستار، تخلي هاك لاندونتاسيون هاك الفراغ هذاك وابدا من هنا، ما لازمكش تبدا نفس النيفو مع البوك الفور والا البوك التونكو والا الريبيتي، ما تبداش نفس النيفو. الى اذا عملت نفس النيفو راك تخدم البرة من الفور، واضحة المعلومة ولا؟ دونك لهنا رد بيلكم مشي البرنت الاولى والبرنت الثانيه في وسط الفور، البرنت الاولى بركه في وسط الفور، هذه باش تتعاود، هذه في وسط الفور، لكن البرنت الثانيه لبرا من الفور. دونك البرنت الاولى هذه باش تتعاود لي قداش من مره؟ نعملو تورناج على ما اول اي قداش باش تاخو؟ لانه هو الفالور انيسيال من الاول. البرنت شنو تافيشي لي البرنت على الاكرون؟ البرانت اي يعني اللي فوسط الفاريابل اي، باهي او الفالور تاع الاي قداش؟ واحد. دونك على الاكرون اشتافي شيري واحد، باهي البرانت لهنا ترجع لستر ولا؟ كي تافي شيري الفالور دو اي تعمل ريتور على لينيا ولا؟ ترجع لستر. دونك باش ترجع لي لستر لهنا ثاني مثلا لي بعد، باهي توا عملت لافيشاج للان، عملت لافيشاج للان، شنو باش نعمل؟ هل اني باش نخرج من البوكل فور؟ لا، علاش؟ لانه الفالور فينال اللي لازم توصل له الاي هو كاد، مازلت ما وصلتش للفالور فينال توا في الان. دونك شنو باش نعمل توا؟ نعاود نرجع للبدايه نتاع الفور، وكي نرجع للبدايه نتاع الفور شنو قلنا قبل؟ شو يصير؟ تصير انكريمونتاسيون، انكريمونتاسيون نتاع الكونتور. Incrémentation. Qu'un 1 plus 1, je dois dire. Tu dois dire 2.
دونك نزيد ندخل توا في الفور تنلقى الكرانت اي كرانت معناها افيشيلي الفالور اللي موجوده في وسط الفاريابل اي اش فيها توا الاي فيها فالور دو دونك شنو باش نعمل باش نافيشي دو تحت الان باهي عملت لافيشاج نتاع دو دونك هل اني باش نخرج توا لا مازلت ما وصلتش للكاد دونك نزيد نرجع للفور للبدايه نتاع الفور وكي نرجع شنو يصير كالعاده الكونتر اي بلس ان شي يولي لي 2 مع 1 تولي لي 3 3 نزيد نعاود ندخل نعمل برانت اي نافيشي على الايكرون فالور اللي موجوده في وسط الاي الاي قداش فيها 3 ولا نافيشي 3 على الايكرون تحت الدور علاش تحت الدور لانه قلنا البراند تافيشي لك وترجع للستار ما تبقاش في نفس الستار ده وصلنا للثلاثة هل اني نخرج ما زلت ما نخرج ما وصلتش للكاد دونك نزيد نعاود نرجع للبداية متاع الفور وكي نرجع الكونتور متاعي بلس ان يولي كاد دونك ونعاود ندخل لهنا براند اي الاي قداش فيها فيها كاد دونك كي نعمل براند اي اش تيصير يصير لافيشاج متاع الفالور الموجودة في الاي تاو كاد دونك باش يفيشي على الاكرون كاد ونخرج تاو من البوك الفور نخرج صحيح كملت وصلت للكاد تاو الفالور فينال كاد دونك توا كي نخرج شنو باش نلقى الانستريكسيون اللي بعدها باش نلقى الانستريكسيون هي براند فان شنو باش تعمل لي تاو باش يفيشي لي تحت الاربعة ذيا باش يفيشي لي كلمة فان دونك باش تكتب فان ميساج يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة وتحت الفان كي نجو نخدمو على البيتون باش نثبتو نخدمو على اللوجيسيال توني شو قلنا نحنا فور اي ان رينج دو بوان باش ما تغلطش ديما في الكلاندورتاسيون اعمل اونتري بعد دو بوان براند اي ومن بعد براند ونعملو ليكزيكسيون تافشي لي نفس الفالوريت شفت واحد اثنين ثلاثة أربعة وتحت بعضهم مش مقابل بعضهم دونك ريتور على لين هذه اللي حاجتنا به دونك نبدو توا في الثانية شكون عنده كيستيون في الأولى؟ باهي قاعدين نعملو في تورناج لاما الثانية باش نعملو لها تورناج لاما مي الثانية شنو تزدتلنا؟ تزدتلنا البا البا عندنا با ثم با حدد لي البا كيما حددش البا كيما ليكزومبل الاولاني البا بار ديفو تجيك واحد مي اذا حددتها تولي تخدم بالبا اللي عطيها لك هو دونك لهنا كالعادة الاي اول ما تبدا شنو الفالور انيسيال واحد والفالور فينال اللي هو شنو مش السبعة ستة دونك الفالور فينال لازمني نحبس فيه ما نفوتوش يعني سيس والبان تاعي دو باهي برانت اي فيرجيل ان ايجال سلاش معناها هذه يا جماعه الان معناها تكتب الفالور اي بعد كي تعمل سلاش معناها تكمل فيها تحط صحيح في العاده شوف في العاده يا جماعه البراند كي ما نستعملش الان هذه مش كيما الاكزومبل الاولاني مش رجعت للستار ديما ترجع للستار اذا نحب نبدلك الرجوع ريتور على لينيا رجوع للستار بحاجه اخرى نستعمل الان لهنا في بلاص لا يرجع لي للستار شنو باش يعمل باش يعمل لي سلاش واضح في نهايه كل افيشاج ما يرجعش للستار يعمل سلاش في اخر الافيشاج نتاعو كيفاش هاي تابعونا الاي فور اي ايجال ان نمشي باش نلقى انستريكسيون واحده موجوده في الفور اللي هي الافيشاج نتاع الاي الاي قداش فيها فيها واحد دونك باش نكتب واحد على الاكرون وبجنبها باش نعمل لك سلاش هذيك اش معناها مش معناها ما بقتش البراند ترجع لي للستار كيما الاكزومبل اللي خدمناه الاولاني لا بدلت العمليه مادام بدلت ال السيباراسيون لهنا ما بقتش ترجع لي للستار ولات وين تكمل في الشاش تعمل لي سلاش هذاك ده هل اني باش نخرج من البوك البور لا لاني مازلت ما وصلتش للستة دونك توا شنو الحل لازمني نرجع الاول البوك البور كي نرجع من الاول شنو باش يصير الكونفير باش يزيد بليس دو
هو البان تاعي دو المره هي اش تتولي لي تتولي لي تروا بي نزيد نعمل افيشاج تو برانت اي الاي قداش فيها فيها تروا دونك نافيشي تروا بجنبك سلاش ونعمل قدامه سلاش بي هل اني وصلت للستة ما وصلتش دونك نزيد نعاود نرجع من الاول يا جماعه للفور كي نرجع الكونتر قداش باش يزيدني بليس دو تروا بليس دو اش تتولي لي سان بيه البرانت لهنا شنو باش نعمل برانت اي باش نافيش لي فوسط الاي قداش فيها الاي خمسة ونعمل لك سلاش نتاعي بيه كي كمل تو كي نرجع تو في الفور بطبيعة ما زلت ما وصلتش نرجع للفور شنو باش يزيد الكونتور الاي باش تولي لي سيت هل انا باش نخدمها سيت فوت الفالور دونك نحبس لهنا صاي كمل دونك لافيشاج نتاعي باش يكون كيما هكا 1 سلاش 3 سلاش 5 سلاش دونك نحبو نثبتو في ليكزيكسيون 1 سيت فيرغيل 2 ومن بعد في البرانت اي هي فيرغيل 1 ايجال سلاش وهذه نحا ونعمل ليكزيكسيون لان شفت عطاك 1 3 سلاش هوني سلاش ما بيني ما بقتش يرجع للستار لانه في البرانت انت كي تعمل له الاند هذه يعني بدلت له سيباراسيون ما بقتش رتور على ليني بدلتها له بسلاش دونك يا في شي يعمل سلاش يا في شي يعمل سلاش باهي هذا ليكزومبل الثاني اللي بعدها تو اللي هي هي باهي كالعادة لهنا الكونتر متاعنا مش اي ولا اكس دونك نحط الاكس متاعي منين باش تبدا لهنا اش قلت لكم المره اللي فاتت كي حط لك بارامتر واحده الفالور الانسيال اللي باش نبدا منه شنو كي حط لك فالور واحده زيرو فار ديفو تبدا من زيرو دونك الاكس باش تاخذ صفر علاش لهنا لانه السانك هذاك شنو يمثل الفالور فينا بطبيعة الفالور فينا باش نقصته منزا يعني الاكس الفالور فينا نتاعها لازمها توصل للكات والبا مادام ما حطيناش با البا باش قداش باش تكون بار ديفو دونك لهنا باش نبدا من الزيرو والفالور فينا لازم نوصل له الكات في البوك الفور باهي باش نلقى فوسط الفور كان البرانت هيد شنو باش يفي شيلي فوسط الاكس قداش زيرو وبعدها شنو باش يفي شي يعمل لك تروا إيجال تروا إيجال زيرو إكس في ثلاثة صفر في ثلاثة قديش زيرو من بعد هل أني باش نخرج الإكس ما زلت ما وصلتش للأربعة دونك ما نخرج نرجع بالتوالي للفورم الأول كي نرجع الكونتر قديش باش يزيدني الإكس باش يزيدني بليس أن دونك زيرو بليس أن باش تولي لي أن باهي لهنا كي نعمل لافيشاج نتاع الإكس فرانت إكس قداش باش تجيني بالطبيعة لهنا مادام ثم برانت يا جماعة وما بدلتش ال البرانت هاك الاند ما عملناش هاك الاند دونك كي تعمل لافيشاج نتاعي شنو باش يصير؟ مش نرجع للستار صحيح دونك لافيشاج الثانية تو راهي في السطر اللي بعد ومش في نفس السطر لأنه ما بدلتش بالاند مادام ما بدلتش بالاند دونك البرانت تافيشيلي وترجع للسطر باهي الإكس جديدة 1 دونك باش نكتب 1 فوا 3 كالعادة يساوي إكس في 3 اللي هي هذي إكس قداش فيها 1 في 3 باش تعطيني 3 باهي هل أني وصلت للأربعة ما وصلتش دونك شنو باش نعمل باش نعاود نرجع كي نرجع شنو باش يصير إكس بليس 1 باش تولي لي 2 باهي نفس الشيء برانت إكس الإكس قداش فيها فيها 2 نعمل فوا 3 يساوي 2 في 3 تعطيني 6 كالعادة هل أني 2 وصلت للكات ما وصلتش دونك شنو باش يصير باش نرجع للبوك الفور من الأول كي نرجع شنو باش يصير الكونتور الإكس باش يزيد بليس 1 دونك 3 نزيد نعاود ندخل للبرانت باش نافيشي 3 يساوي 9 من بعد نشوف 3 وصلت للكات ما زلت شنو باش نعمل؟
باش نرجع للبوك الفور من الاول، كي نرجع شنو يصير؟ يزيدني الاكس بلس ان باش تولي لي كات. من بعد نزيد نعاود ندخل للبرانت شنو باش يصير؟ ما في شي، تجيني كات فوا 3 يساوي 12. من بعد شنو باش يصير لهنا؟ لهنا مادام وصلت للفان شنو باش يصير؟ نخرج. دونك لافيشاج 0 فوا 3 1 فوا 2 فوا 3 يقال 6 3 فوا 3 يقال 9. نزيدو نثبتو فيها في البيتون باش ديما نتوما تجربوا في الخدمة نتاعك، ما تخلوهاش هكاكا باش تعودوا على الخدمة. عطيتلك 5 ومن بعد برانت إكس ولهنا الميساج نتاعو فوا 3 إيكال إكس فوا 3. هاو نعطاك نفس الخدمة 0 فوا 3 إيكال 0 1 فوا 3 3 2 فوا 3 6 3 فوا 3 9 4 فوا 3 إيكال 12. دونك خدمة مريضة. باهي الانستركسيون الاخرانية، شكون اللي عنده مشكلة في اي واحدة يسأل؟ لم زو حق كنت فيهم مشكلة مثل بعد الكاردين باي توا الكونتير متاعنا مبقاش الاكس ولا الال، الال لهنا الكونتير متاعني باش يبدأ. هاو الفالور انيسيال 65 من 69 والفالور فينال لل 69. دونك نحط 69 في الاخر لهنا اني باش نحبس فيه، هذه الفالور فينا. باهي الا شنو فوستها الفور؟ فوستها كي الانستركسيون هذي، كيفاش عرفت؟ كما اندونتاسيون لهنا. باهي قال لي افيشي لي سي اتش ار. سي اتش ار اش تعمل؟ سي اتش ار تعطيها عدد وهي تعطيك الكاركتير اللي قابل للعدد هذاك، يعني اللي الكود اسكي نتاعو ال تفيشي لك الكاركتير دون الكود اسكي ايكال اي. باهي البرانت سي اش ار دو ال، ال قداش فيها؟ 65. 65 نكتب سي اش ار نتاع 65، يعني انه الكاركتير اللي الكود اسكي نتاعو 65 هو الامج اسكي. قلت لكم هذه تحفظوها الامج اسكي. دونك اول حاجه باش يفيشي لي امج اسكي على الاكرون بالطبيعه ويرجع للستار من بعد. ال دونك مازلت في 65، هل اني وصلت لل 69؟ ما وصلتش. دونك شنو باش نعمل؟ باش نرجع للفور، وكي نرجع تولي لي 66 نفس الحكاية. السي هاش ار متاع 66 هي البي، دونك باش نافيشي تحتها كاركتير بي ماجسكي. هل اني وصلت لل 69؟ موصلتش. دونك باش نزيد نرجع ال 66 اش تتولي؟ 67. باهي من بعد 67 لهنا باش نافيشي السي هاش ار الكاركتير اللي عنده الكود اسكي نتاعو 67 اللي هو بطبيعته كاركتير سي ماجسكي. باهي من بعد 67 باش تولي لي 68. باهي نفس الشيء باش نافيشي سي اتش ار دو 68، يعني 68 لهنا 68 اللي هو الكاركتير دي ماجسكي. باهي من بعد نولي 69، انا وصلنا للفالور فينال باش نخدمو هذا ونخرج. دونك برانت سي اتش ار متاع 69 شنو الحرف اللي بعد الدي؟ اللي هو الاو ماجسكي ا بي سي دي او. من بعد نخرج هكا نكونو كمل. علاش خرجت؟ لاني وصلت للفالور فينال اللي هو 69، الان وصلت للفالور فينال. باهي نجربوها كالعادة في التوني لهنا من 65 وبرقيد 70 وانا فيشي لهنا ال سي اتش ار اللي هي الكاركتير دون لو كود اس بي اي ال، وطبيعة هذيكا باش نبدلها ال كيما عطيناهو ونعمل اكزيكسيون ويعطيك A B C D E. باهي في قالي لهنا شفتوا الطريقة هذه اللي خدمنا بها شنو تفسر لك؟ لهنا كي يعطيك اكزامان في الباك اللي هي ديما يعطوكم في التورناجة لما موجودة بكثرة، هاك عرفت كيفاش تخدم البوك البوك، معناها تبقى تعاود 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 جيسكا توصل للفالور فينال اللي عطيولك هو لهنا. باهي تو باش تعدوا الاكزارسيس الثاني. قالك كالي لو رول دو شاك سيكونس كوشي لا بون ريبونس، معناها نحنا عطيك كود وانت باش تستنتج الرول نتاعو، يعني شنو هو يعمل. نبدو باللولاني كيفاش باش نعرفنا انه شنو هو يعمل يا جماعة؟ لازمني نعمل نعم الاس من فوق نشوفها مثلا كي الاس بس فيها
يعني تقسم ونشوف اللي شوية عنا. احنا عنا دوسو وقتها نعملوا إليمناسيون متاع دو شوا الأخرين، نقعدوا في الدو اللي فيهم السام هاذيكا، بعديكا نشوفوا شنيا فما بعديكا في البوك باش نعرفوا شنيا نختاروا منه. فيش سامحني عاود؟ ما احنا عنا من الأول إيس وسوا زيرو، لأن احنا عنا سام. إي. وفي الشوا الغاديك احنا عنا دو سام، يعني نعمل إليمناسيون للشوا الأخرين. إي لا لا بطبيعة صحيح الفكرة باهية. مادام فما صوم هنا دونك كالكيلي لو فاكتوريال والنومبر لما حالة ينجم يضيعك بها هذه راه كالكيلي لو نومبر. اسمع كالكيلي لو نومبر دي زونتي كومبوزي يعني تنجم زادة غلطك راه تنجم تيليميني فاكتوريال صحيح مي الباقية ما تنجمش تيليمينيهم كان كي تسكي تب. لكنش واحد متمكن يعرفها اوتوماتيك انها هي شنو اللي حاجته به. لهنا الحل الوحيد انك تبدا تحسب تعمل تورناج لما كيفاش ديما لي زيكزارسيس اللي يعطيك كيفك في الاكزامان يقول لك اعطيني الرول نتاع لي انستريكسيون هذه لازم تعمل تورناج لما. اش معناها؟ معناها انت باش تشوف الفالور اس في الاخر قديش فيها باش انت تستنتج الفالور يعني شنو قاعد يجمع لك هو ولا شنو قاعد يخدم لك الانسومبل يعني الالغوريثم عطيه لك هو ولا لي انستريكسيون به اس من الاول قداش فيها صفر. من بعد عندنا كونتور الاي نين باش يبدا من العشرة دونك نحط اي ونحط قدامه 10 به والفالور فينال نتاع الاي قداش مش 9 لهنا 99 به ش كتب لك لهنا S رسوا S plus E S رسوا S plus E D ال S قديش فيها صفر وال E قديش فيها 10 مع صفر تعطيني 10 دونك ال S الفالور الجديدة شنو 10 D. هل أنا باش نخرج من البور مش باش نخرج لأنه الفالور دو E مازال ما وصلش لل 99 B الفالور الجديدة كي نرجع نعمل لها ولا نبوك البور شنو باش تولي لي الاي 11 ولا باهي تو نزيد نخدم نفس الخدمه اس رسوا اس بلس اي شفيها الاس الاس فيها 10 المره دي 10 والاي قداش فيها 11 دونك شنو باش تعطيني باش تعطيني 21 10 باش تبدل تولي 21 دونك شنو عملت تو جمعت 10 مع 11 باهي هل انا باش نخرج من البور لا مش باش نخرج باش نرجع دونك الاي قداش باش تولي دوز باهي ونزيد نعاود ندخل للاس اس رسوا اس اللي هي اس بلس اي قداش فيها الاس فيها 21 بليز قداش دوز بليز دوز قداش باش تعطيني 33 اللي هي 33 قديش 10 مع 11 مع 12 مع 12 واحنا ماشيين الاي توا جديده قديش باش تاخذ 3 دونك الاس جديده توا اس بلس اي الاس قديش فيها 33 مع 13 قديش باش تجيني 46 دونك 46 هي 10 مع 11 مع 12 مع 13 حسب رايكم لهنا مادام الفالور فينال 99 دونك شنو باش يحسب لي من 10 حتى لل 99 من غير نبقى نكمل طويله لاني العمليه شنو تستنتجوا لهنا شنو باش يحسب حسب رايكم الصوم هل انا باش يحسب الفاكتوريال غلط لان الفاكتوريال سي تان برودوي انتيفيكاسيون عمليه ضرب دونك ما عندناش عملية ضرب لهنا دونك إليميني الشوا الأولين كالكيلي لا سوم دي زونتي بير عندناش حاجة نحنا لهنا هل أنا نجمع كان في لي بير؟ نو نجمع في البير والأمبير بير أمبير معناها الثالثة الشوا هذي الشوا الثانية غلطة زيد الثالثة كالكيلي لا سوم دي زونتي كومبوزي دو دو شيفر اش معناها؟ معناها باش نجمع الارقام اللي تتكون من زوز ارقام من زوز شيفروات الاعداد اللي تتكون من زوز ارقام دونك هي ده هنا كلامه صحيح ولا
صحيح باش نجمع الارقام شنو نحن كي نجوا للانترفال اللي يتكون من الاعداد من زوز ارقام منين لمنين ماشي من 10 ل 99 دونك الكلام صحيح لهنا باش نكلكل الصوم نتاع لي شيفر والا الارقام اللي يتكونوا من زوز اعداد يعني انيتي وديزي دونك لهنا كالكلي لا صوم دي زونتي كومبوزي دو دو شيفر دونك هذه صحيحه بري والثيل الرابعة كالكلي لا نومبر دي زونتي كومبوزي دو دو شيفر شنو الفرق يا جماعه ما بين هذه وما بين هذه نحسب في الاس معناها الزوز يحسبوا في الاس ما شنو الفرق ما بينه شنو الفرق ما بين لا سون ولو نوم ما عندكمش فكره من اي هذيك بلس هذيك بلس هذيك بلس هذيك بلس النومبر يحكي على لوطاني دوك ملي قاعد تحسب فيهم انت 21 33 حسب كيف هكا لا غادي يحسب معناها 10 مع 11 مع 12 مع 13 يا هذيك عاد الصوم 10 مع 11 مع 12 مع 13 هذيك الصوم النومبر معناها قداش من عدد شفت انت من 10 ل 99 من 10 من 10 ل 99 10 1 11 الثاني 12 الثالث 13 الرابع 14 الخامس يعني انت يحسب لك قديش من عدد فيه زوز ارقام فهمتني ولا لا هنا فهمت شنو كالكيلينا نومبر مي كالكيلينا صوم باش يجمعها فرق اني باش نجمع وباش نحسب قديش من ارقام يتكون من زوز ارقام يعني من عدد يتكون من زوز شيفر ويت فهمتوا لهنا الثالثه والرابعه شنو الفرق ما بيناتهم ولا نزيد نعاود باهي كالكيلي لا سوم دي زونتي كومبوزي دو دو شيفر اهي باش نعطيك اكزومبل خلينا نفسر لك تو بالاكزومبل اش معناها هذيك معناها باش نحسب لك 10 مع 11 مع 12 مع 13 مع 14 جيسكا قديش مع 99 اخر ارقام لأني البوك كيفاش عرفت 99؟ لأنه البوك نتاعي من 10 ل 99 دونك نبدا من 10 الفالور انيسيال و 99 فالور فينال تجي تقول لي شبيني ما نقصت تقول لي شبيني ما نقصتش واحد نقول لك راني الالغوريتم هذه ماشي بيتون بيتون تنقص واحد في الالغوريتميك ما تنقص نعم انا جاي فلان لايك انا ما عرفتش كيفاش الديفيرونس بين تحليله بين الصوم وبين شويه ثاني باش نحسبوا لي نوم لحظه كالكيلي لي نمبر اش معناها؟ معناها قديش موجود من رقم يحتوي على زوز ارقام في العشره ما بين العشره وتسعه وتسعين احنا منين باش نلوج ما هو ما بين العشره وتسعه وتسعين قديش من ارقام يتكون من زوز ارقام اش معناها تبدا من العشره تحسب العشره واحد هذا الرقم الاولاني اللي يتكون من زوز شيفروات وهذا الثاني ثلاثة أربعة خمسة بعد 15 ستة سبعة جيسكا توصل للتسعة وتسعين فهمت كل مرة تزيد بلس 1 مش كيما الصوم الصوم تزيد الحدد العدد نفسه 10 مع 11 لكن هذيك ديما تزيد بلس 1 وين تلقى رقم فيه زوز ارقام في زوز شيفروات اش تعمل بلس 1 للاس يعني الفرق ما بين هذه والاخيره شنو لو جاء اكتب لي هذه كيفك لو جاء هذه اكتبها لي في بلاصه الاي اكتب لي بلس 1 تولي الاخرانية صحيح كالكيلي لو نومبر دي زونتي فهمتوا لهنا شنو بلس انش معناها معناها وين نلقى رقم اللي هو زوز ارقام يحتوي على زوز ارقام زوز شيفر ويت شنو باش نعمل باش نقول راني لقيت اش معناها لقيت باش نزيد بلس ان للاس يعني راو واحد جديد تحصلت عليه بعد 11 باش نتحصل على واحد اخر 12 واحد اخر واضحه الفرق ما بين هذيك وهذي وراح نجمع كل باهي دونك لهنا الصحيحه هي التروازيان تركيبي لا سوم دي زونتي كومبوزي دو دو شيف نعم انا هي من هذه
نعود هلك من الأول يعني نعود لك من الأول أي 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 أنا قلت لك بي صح بي تورنا جرنا كل عادة الاس سوا زيرو هاوني نبدو ديما لي فاريابل تحط لي فاريابل نتاعك منين باش نبدا الاي باش نبدا من 10 ولازمني نوصل ل 99 بالطبيعه احنا مش باش نخدموا من 10 ل 99 باش نخدم لك اكزومبليت شوي وبار ديفو انت تفهم البرانسيب كيفاش الاي باش تبدا لي من 10 ب الاي فالور انيسيال في البوكل فور 10 دونك ندخل للبوكل فور اش تنلقى تنلقى الاس سوا اس بلس اي دونك الاس الفالور دو اس جديدة هي الاس اللي فيها التو مع الاي الاس قديش فيها التو صفر صفر مع الاي قديش فيها عشرة صفر مع عشرة قديش باش تعطيني عشرة وين باش نحطها هي باش نحطها في الاس دونك الفالور فينال تو الاس جديدة باش تنحيك صفر هذاك تشطب عليه وتحط عشرة ده من بعد شنو باش تعمل هل اني باش نخرج من بوكل فور لا علاش لانه الفالور فينال لازم نوصلو بالاي لازم توصل 99 باش نخرج من بوكل فور ونحنا تو مازلنا في العشر لو شنو باش نعمل باش نرجع من الاول للبوكل فور ونحنا اش قلنا قبل قلنا كي نرجعو للبوكل فور من الاول الكونتر اوتوماتيك باش يزيد بليس 1 كي ما نحطش البان تاعي يزيد بليس 1 دونك 11 وكل عادة نزيد نعاود مادام الاي 11 دونك اس بليس اي الاس قديش فيها فيها 10 والاي جديدة فيها 11 دونك نجمع 10 مع 11 تجيني الاس باش نحط فيها 21 دونك الاس الجديدة شنو 21 ونعاود الخدمة هل اني باش نخرج من بوك الكور لا ليش يعني ال 11 مازلت ما وصلتش ل 99 دونك شنو باش نعمل نرجع للبوك الكور من الاول والكونتور نتاعي شنو باش يصير باش يزيد بليس 1 دونك باش تولي لي 12 يولي 12 نعاود الصومة نتاعي اللي هي S سوا S plus E S قديش فيها فيها 21 plus E قديش فيها ال E فيها 12 21 مع 12 جيني 33 دونك ال S باش نحط فيها ال S جديدة باش نحط فيها 33 دونك تشطب على ال 21 نحط 33 هل أني باش نخرج من البور؟ لا مازلت ما وصلتش ال E في الدوز ولازمني نوصل ل 99 باش نخرج دونك باش نزيد نعاود نرجع للبوك الفور من الاول وكي نرجع شو قلنا يصير الكونتير نتاعي كالعادة يزيد بليس 1 12 باش تولي لي 13 ب نزيد نعاود ندخل للبوك الفور اس سوا اس بليس اتش اس قديش فيها فيها 33 والاي جديدة فيها 13 33 مع 13 تجيني 44 ب 46 سامحوني 46 دونك الاس اش نحط فيها تو نحط فيها الفالور الجديدة اللي هي 46 واحنا ماشيين دونك لهنا اش عملتنا تو الى حد الان جمعت 10 مع 11 مع 12 مع 13 وما زلت باش نكمل جيسكال وين جيسكال 99 دونك لهنا كي نعمل العملية هذي حسب رايكم شنو عملت جمعت الارقام اللي فيها زوج شيفروات منين لمنين الانترفال من 10 ل 99 يعني شنو عملت لهنا كي بديت من 10 وصلت ل 99 والكل بالبليس شنو عملت عملت كالكلمة الصوم جمعتهم يعني الاعداد اللي يتكونوا من زوج شيفروات الكل حطيتهم في الاس الصوم نتاعهم المجموع نتاعهم يعني 10 مع 11 مع 12 مع 13 مع 14 مع 15 الى الى الى, إلى حتى نوصل ل 99 دونك الصوم وين حطيناه النتيجة نتاعنا حطيناه في الاس هذه هي النتيجة بكيفاش باش تكون دونك لهنا الفاكتوريال سي تان برودوي دونك احنا عندنا صوم لهنا دونك غلطة فاكتوريال مش فاكتوريال الصوم دي زونتي بير هل انا نجمع كان في الارقام الزوجية نحنا لا كي نجيو نثبتو لهنا هذا عدد زوجي وهذا عدد فردي دونك الثانية غلطة نجمعو حتى في الاعداد الفردية مش كان الزوجية هل انه نجمع في لي زونتي كومبوزي متكونين من زوج شيفروات وي مادام باش نجمع من 10 حتى 99 الارقام اللي يتكونوا من زوج شيفروات كان
الانترفال هي الانسيال يعني الفالور انسيال بيس، والفالور فينال نتاعي اللي هو 99. دونك ثالثة الشواء الثالثة صحيح. به الاخرانية المشكلة لهنا كالكيلي للنومبر، شنو الفرق ما بين الصوم والنومبر؟ الصوم انك تجمع الاعداد بيدهم، معناها مش نجمع 10 مع 11 مع 12 مع 13، هذيك يتسمى نكلكل في الصوم. لكن كي يقول لك كالكيلي للنومبر دي زونتي كومبوزي دو دو شيفر، معناها؟ معناها احسب لي قديش من رقم فيه زوز شيفروات، قديش من رقم، ما قالكش احسب لي الصوم نتاع الارقام اللي فيها زوز شيفروات، قالك احسب لي قديش من رقم. كيفاش هذيك؟ ما تبقاش بلس اي، لازمك تبدل بلس ان باش يولي يحسب لي قديش من رقم. ما اذا قلت له بلس اي وقتها الصوم. دونك الاخرانية راك واضحة ولا؟ واضح. نتعدوا توا للي بعد. لهنا باش ناخذوا تورنا جلامة كالعادة. به شنو عطانا لهنا؟ عطانا أول حاجة الـ R إيكال أن، نحط R هذيك الأن، والـ E منين باش تبدا؟ باش تبدا لي من الأن. المرة دي عندي B وعندي A، اش تنعملهم هذوكم هنا؟ شنو الحل هذوما؟ دونك لازمني نختار A و B من عندي هنا، كيما يعطيكش هو في إكزارسيس كيفك لي فالور نتاع دي فاريابل، لازمك أنت تاخو اكزامبل من عندك باش تستي بيه الخدمه نتاعك. نفترضوا عطيت ال A2 وال B مثلا 3 اكزامبل، راه تحط اي فالور انت اللي تحب عليه. منين الاحسن؟ الاحسن مادام الاي من الان جيس كابي، حاول البي ما تكونش بعيده، مثلا ما تجيش تحط لي 100 ولا 50، تبقى تطول فيها الاكزامبل. دونك حاول تحط حاجه صغيره باش تستي بيه، فهمت ولا؟ علاش كي تحط مثلا 20-30 تبقى تخدم 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 وما تعرفش شنو النتيجة نتاعك. دونك حط حاجة ديما قرب باهي. دونك الـ E الفالور إنيسيال نتاعها أه. من بعد باش ندخل للبوك الفور نتاعي شنو باش نلقى؟ باش نلقى الـ R، خلينا نكتب R R سوا الـ R فوا A، ثما برودوي لهنا. دونك لهنا كي نجي نشوف الاحتمالات لهنا، ثما فاكتوريال نعرفها أنها تتحسب بالبرودوي، ثما برودوي مونك، ثم بويسونس مونك، والاخرانية فيريفي سي ان نومبر ايبريمي او نو، معناها لي عدد اولي ولا. خلينا نشوفو لهنا، ما تنجمش تحذف حتى شيء. دونك لهنا يمكنش الاخرانية تنجم تحذفها، علاش؟ لانه لهنا ما عطاكش تيست في الاكزامبل نتاعك، هل انه عطاك تيست ستريكتير كونديسيونيل؟ ما عطاكش. دونك الاخرانية مادام قالك فيريفي، هل انه سي دونك غلطة، اوتوماتيك غلطة، علاش؟ لأني لهنا ما عنديش تيست، كان جا عندي تيست اللور فري ولا فو، الأخرانية ثم إمكانية تكون صحيح، مي لي شوا اللي نجمو يكونوا هما ثلاثة الأولى، الأخرانية لا. به نبدو ناخد الإير قداش فيها تو؟ فيها واحد، كي نعمل واحد في الأ قداش حطيتها أنا الأ؟ حطيتها اثنين، دونك واحد في اثنين قداش باش تعطيني؟ تعطيني دو. دونك دو وين باش نحطها؟ باش نحطها في الاير. الاير قداش فيها؟ واحد، نشطب على كل واحد ونحط الفالور دو. دي الفالور فينال نتاع الاي قداش في الاكزامبل نتاعنا اللي هو البي اللي اخترته انا 3، دونك الفالور فينال ما لازمش يفوت 3، دونك اخر فالور باش نخدمو. دي الاكزامبل اللي خدمناه الاولاني الاير والفا دو، من بعد شنو باش نعمل؟ هل اني باش نخرج من فور؟ مازلت الاي ما وصلتش للتروا، دونك شنو باش نعمل؟ باش نرجع من الاول. كي نرجع الكونتور قداش باش يزيد؟ بليس ان، دونك باش تولي لي دو الاي. نعاود ندخل الاير سوا ار فوا ا، الاير قداش فيها تو؟ فيها دو، والا قداش فيها؟ دو، دو فوا دو تعطيني كات، الكات وين باش نحط؟ باش نحطها في الاير، دونك هاك الدو تضيع، نحطها فالور جديدة نتاع الاير كاب. ب توا هل اني باش نخرج؟ مازلت مش نخرج، علاش؟ لاني الدو ما وصلتش للتروا، دونك الكونتور اي مازال ما وصلش للفالور فينال نتاعو باش نخرج. نزيد نعاود نرجع للفورم الاول، كي نرجع شنو باش يصير؟ الكونتور نتاعي باش يزيد بليس ان، دونك اي بليس ان باش تولي لي تروا. من بعد نعاود ندخل كالعادة اير سوا اير فوا ا، الاير قداش فيها توا؟ فيها كاب،
هو الاج قديش فيها؟ فيها دو كات فوا دو قديش باش تعطيني؟ ويت ويت وين باش نحطها؟ باش نحطها في الاير، دونك نشطب على الكاد ونحط ويت الفالور الجديدة ونخرج لأني وصلت الفالور فينال تروا وني إيجاد تروا دونك نخرج. شنو يمثل الفالور ويت حسب رأيكم لهنا؟ شنو دخلت شنو دخلتنا كفالوريت؟ دخلت أ إيجاد و دي إيجاد تروا والنتيجة متاعي اللي حصلت عليها 8 حسب لي دوني هذوما لي دوني متاعي هذوما لي دوني وهذه الريزلتا متاعي. شنو تستنتجوا حسب رايكم هنا؟ في المات دو بويسونس تروا قداش باش تعطيني؟ دونك لهنا اوتوماتيك بويسونس. هل اني باش تعطيك فاكتوريال؟ الفاكتوريال نتاع لهنا كي جبت فاكتوريال نعطيك عدد بركة تحسب له الفاكتوريال مش او دي. واضح؟ دونك غلطة الأولانية. الثانية كالكلي البرودوي دو دو نومبر، كان جات تكالكل النومبر البرودوي تاع الأول بيش تعطيك؟ تعطيك 6، مي عطتنا 8، دونك دو بويسونس تروا تعطيك 8، دونك البويسونس سي كالكلي البويسونس هنا القوة. دونك الثالثة صحيحة الأولى والثانية والرابعة غلطين. شكون عنده سؤال؟ بيه الاخراني مكان بيه لهنا يا جماعة كي تشوفوا الاكزامبل هذا شنو يذكركم؟ ريبيتيجي سكاتش شنو عمل؟ هاي يا جماعة شنو تذكرتم الحكاية دي؟ ما تخرج من كونديسيون. اي شنو تعمل حسب رايكم انتم في مخيفكم؟ نفترض ما عطاكش لي شوا في الاكزرسيس. انا بدي حاجه معينه عطيني كونديسيون معينه. صحيت في اللي كثير نتاع السي هاش هوني اللي يرسي هاش في السيزين نتاع السي هاش عطاك كونديسيون. شنو الكونديسيون حسب رايكم؟ ما نعرفش عليكم اعطوني الكونديسيون عمو نقول دين كجي سكار هي ايش معناها الاصل هذيك كانت في الاكزرسيس كانت انونسي اكزرسيس معناها مكتوبة سو فورم دا نعم جماعة الاكزامبل بتاع السهاش يا ودي ما نعطيكش حتى اكزامبل عطيتك الريبيتيجي سكار انت استنتج لي توا شنو هو الكونديسيون اللي موجود على سي هاش واضح الحكي ثم حتى حد عنده فكره انا لازم تكون شيء ما يكونش فيها بوان يعطيك الصحه هذيك البوز بوان سي هاش معناها برا لوج لي على البوان في السي هاش اللي باش تقراه وقتاش نقبلها وقت اللي ما الريزلت تاع البوان يقال مونزان اش معناه يعني البوان مش موجوده وسط السي هاش دونك اذا لقيت بوان وسط السي هاش ما نقبلوش دونك ما نقبلو كان كذلك البوزيسيون تاع البوان مش موجوده يعني البوان مش موجوده كي نعطيك ناس سي هاش هك نعطيك بوان A B C مش باش تقبلو هذا علاش؟ عاوني ثما بوان كي نعطيك A B C باش تقبلو عادي علاش؟ كي تجي تعمل البوز نتاع البوان هذيك في ليكزومبل الثاني A B C قداش؟ موانزا دونك جيسكا بوز هذيك موانزا فري دونك يخرج يعني يخرج من ريبيتي لأني صحيح السي هاش في ليكزومبل الأول شتا يعمل لك؟ البوان قداش عطاتك؟ عطيتك زيرو بوزيسيون تاع البوان في الشين الأولانية زيرو كي يلقاها ديفيرون دو موان زان شتا يعمل؟ يقول لك عاود ما حشتيش عاود اقرا لي شان جديد راك غلط خدم تعاود تعطي مثلا اكزومبل ما فيش بوان شادي ما فيهاش بوان شنو باش يعمل لك باش يلقى البوان موان زان مش موجوده يخرج يقول لك مريق الشان نتاعك المره الثانيه واضحه لهنا واضح دونك لهنا نشوفو سيزير لو كاركتير بوان غلطه
saisir une chaîne contenant un point, rata, saisir une chaîne ne contenant pas, ne contient pas un point, saisir une chaîne différente de moins 1, rata. Donc, faire صحيح. Voilà. جماعة البقية واضح يا جماعة ولا؟ شكون عنده كيستيون؟ ليه؟ نتعدوا للكاتري. ليه؟ هذه لا محالة مع العلم، خدمناها الماضي فات في ليزيكزارسيس. حسب رايكم شنو ما تعمل هذه حسب رايك كنت تفكر صندي شيفر صح اش معناها الشيفر نتاع السي هاش معناها قديش هذه كيفاش تعرفها شو ديما ناخذ اكزامبل راهو في التريت في التورنيج على مان كي يقول لك طلع لي شنو هو الرول نتاعها راهو لازمك مستحيل كانك باش تنجم تطلع الرول وانت ما تعملش تورنيج على مان في حاله واحده انك انت ما شاء الله عليك تفهم ممتاز يعني كي على اما باش انسان متوسط ولا مسؤول تعمل الاكزامبل هذا تمي يعني قلت لك تمي يعني اكزامبل باهي انا نعطيكم اكزامبل وقت مزيع احنا وقت خدمناه وقلبت قلت لنا هلا انتم مالي الفونكسيون تاعكم باهي حتى نعملوا اكزامبل بالشيء حتى ما فهمش اللي فات تاعنا نعطيك اكزامبل مثلا واحد اثنين ا بي ان هكاك اكزامبل هذاك باهي كاركتير الاولى البوزيسيون تاع صفر دي واحد ديما نرقم لي زانديس تاع الشين نتاعي باهي الاكس عندي اكس علاش لهنا خليت سي هاش يا جماعه لانه قال لي لونغ سي هاش دونك لازمك انت شين تخدم عليه دونك لهنا مش لازم هو يقول لك اعطيك اكزامبل باش تخدم عليه راه كي ما يعطيكش اكزامبل لازمك انت تاخذ اكزامبل من عندك كيما عملنا في الاول بيا كي دو بيسونس تروا خليتهم لا مي تجرب باش تجرب به بين اكس فيها صفر الاي فيها صفر وندخل توا للبوكل نتاعي ستريكتير عندي دخلت لهنا باش نلقى ستريكتير كونديسيونيل اللي هي سي هل اني سي هاش دو اي سي هاش دو اي اللي هو قديش سي هاش دو زيرو سي هاش دو زيرو اللي هو شنو واحد الان هل انه موجود في الزيرو نوف وي دونك شنو باش يعمل باش يمشي للاكس تكتب لي تكتب لي هو x سوا x بلس فالور سي هاش دو اي اش معناها الكلام هذاك معناها في الاكزامبل الاي الاول صفر سي هاش دو زيرو بالطبيعة باش تجيني الاكس قداش فيها فيها صفر مع سي هاش دو زيرو اللي هي واحد اون سي فورم دو شين والفالور اش تعملها الفالور باش تحول لي ياك الشين ان باش تحاول تقول لي رقم صحيح باش تعمل لك واحد صفر مع واحد قديش واحد باش نحطها في الاكس دونك الاكس اش تتولي هذاك الفالور الاولاني من بعد نخرج من فان سي هل اني باش نخرج من فان فور لا علاش لاني لازم نخرج وقتاش لونج سي هاش قديش اللونج سي هاش نتاعي قديش نحنا خمسة الا واحد قديش اربعة جي دونك لونغ سي هاش خمسة مي كي نقصو لواحد يولي لي الفالور فينال تاع الاي هو الكات دونك الاي ما لازمها تخرج كان من بوك الفور كان كي توصل للكات الفالور فينال دونك الاي لولا زيرو خدمناها من بعد كي نرجع نعمل فان فور نرجع من الاول الكونتر نتاعي قداش باش يزيد بطبيعة باش يزيد بليس ان دونك الاي باش تولي لي واحد ونعاود نفس الخدمة السي هاش دو ان قداش اللي هو اثنين اواني اثنين سي هاش دو ان هي دو دو لهنا سو فورم دو كاركتير بالطبيعة الفالور نتاعها شنو الفالور نتاعها باش تولي لي دو دونك اكس بليس
الدو اللي حولتها الاكس قديش فيها؟ فيها واحد ولا دونك واحد مع اثنين تعطيني ثلاثة، وين باش نحطها في الاكس جديدة؟ دونك باش نشطب على كل واحد ونحط ثروة دي. نخرج من الفانسي، هل أنا باش نخرج من الفور؟ لا. دونك شنو باش نعمل؟ باش نرجع للبداية متاع الفور، لأني مازلت الإي ما وصلتش للكاد. كي نرجع للبداية متاع الفور شنو باش يصير؟ الإي باش تولي لي دو دي. الإي ولا دو لهنا؟ شنو باش نعمل؟ باش نعاود ندخل للسي. سي هاش دو دو اللي هو شنو؟ اللي هو الأ ولا كاركتير أ. هل أنو الكاركتير أ موجود ما بين زيرو هنا؟ لا. دونك مش يدخل للسي اصلا، مش يتعدى يخرج اللي بعد، يلقى قدامه فان فور مازال ما وصلش للكاد. دونك شنو باش يصير؟ باش يرجع للبدايه نتاع الفور، والكونتور اي باش يزيد بلس ان. دونك باش يولي تروا. السي هاج دو تروا شنو؟ اللي هو البي ولا البي؟ هل انه موجود في زيرو ناف؟ مش موجود في زيرو ناف. دونك شنو باش يعمل؟ مش باش يدخل للسي اصلا كالعاده، باش يبقى قدامه الفان فور يزيد يعاود يرجع من الاول. علاش؟ لان الاي وصلت للتروا ما وصلتش للكات. كي يرجع شنو باش يصير لها الاي؟ كات زيد بلس ان كات لهنا، نعاود ندخل سي هاش. هل اني سي هاش دو كات؟ سي هاش دو كات هي الاخرانيه، الكاركتير الاخراني الان. هل انه الان موجود في زيرو ناف؟ فري موجود. دونك شنو باش يعمل؟ الاكس قداش فيها؟ تو فيها ثلاثة، والفالور دو لا كاركتير ان قداش؟ باش تجيني واحد. ثلاثة مع واحد قداش باش تعطيني؟ أربعة. قداش باش نحطها؟ نحطها في الإكس. دونك التروا باش تولي لي كات. باهي، كي نجي نشوف صاي كملت خرجت لهنا، لأني الكونتور نتاعي إي وصل للكات، تا هو البانور فينال وصلت له. دونك لهنا الإكس الشين اللي دخلت بها هي واحد اثنين أ بي واحد، والفالور فينال نتاع الإكس حصلت على الكات. كي نستنتج من هنا شنو باش نستنتج؟ الرول نتاع الفونكسيون تاعي، ولا الرول نتاع لي انستريكسيون تاعي؟ اش عمل؟ صحيح. دونك لهنا كي نجي نشوف، هل انها كالكيلي لي نومبر دو شيفر دو سي هاش؟ لو نومبر لهنا، كان جبت لو نومبر يعني رو تعطيني في الاكزامبل نتاعي، تعطيني واحد اثنين واحد، تعطيني ثلاثة ما تعطينيش أربعة. لو نمبر اش معناها؟ معناها قداش موجود من ارقام في الشيء. عندي هذا واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة. دونك نحنا النتيجة تحصلنا عليها أربعة. دونك غالطة مش النمبر. اللي بعد، جينيري أبارتير دين شين إن سيكونس كونتونون لي شيفر. هل أنك تحصلت شين جديدة محطوط فيها الأرقام؟ ليه؟ دونك حصلت على رقم، ما حصلتش على شيء جديد. دونك غلطة تاني. كالكلي لا سوم دو شيفر دو سي هاش. هذا صحيح، لأني حسبت الصوم نتاع الأرقام الموجودين في الشين. فيريفي سي إن شين إي كومبوزي إنيك مون بار دي شيفر وإلا لا. يعني قال لك هل أنه تستيري الشين، هل أنه يتكون من أرقام فقط وإلا لا؟ غلط. علاش؟ لأنه ما دام فيريفي، كان جيت فيريفي يعمل لك فيريفي في الاخر باش يرجع لك فو ولا فري. دونك لانا ما رجعليش لا فو ولا فري، رجع لي عدد. دونك صحيحه هي فري. واضح يا جماعه ولا شكون عنده كيسيون؟ واضح يا جماعه. كل مرقلين ولا ضايعين؟ لما حالا اليوم غايبين برشا. بيه واصل توا باش نحددو لو ريبيتي. صاي كملنا من الفور، باش ناخذ اكزامبل نتاع ريبيتي. باهي، اش قلنا المرة اللي فاتت؟ نحنا كي يجي يطلب علينا اكزارسيس نتاع ريبيتي اكزارسيس على الفور، في الفور الكونتور موجود بطبيعته ويزيد اوتوماتيك، ويزيد اوتوماتيك مي في الريبيتي. هاو هاو الكونتر، واو الكونتر اش عمل لنا؟ قلت لكم المره اللي فاتت ديما في الريبيتي راهو الكونتر ديكلاريه انت، تنسياليزيه انت، وتعمل له لانكريمونتاسيون ولا ديكريمونتاسيون انت، مش كيما البور. البور لا، البور تقول له بور اي منين باش تبدا، وين باش تكمل،
وهو شنو باش يعمل له؟ باش يزيد بليس ان ولا باش ينقص حسب الفال يعطيه له انت، معناها اوتوماتيك يخدم الكونتر. مي لهنا اذا ما زدتوش انت ولا نقصتوش يبقى فيكس، ما يعملش حتى شيء. دونك نبدو نحنا نخدمو تو التيست، عطينا تيست فاريابل اسمه تيست سيتا بوليان فيه ذري، عندنا كونتور اي اللي هو صفر من لو. بعد دخلت للبوكل ريبيتي باش نلقى سي هيك باهي لهنا قال لي سي هاش، مادام ما عنديش سي هاش لهنا شنو لازمني نعمل؟ لازمني سي هاش نتاعي ناخو اكزومبل نتاع شين باش نحط لهنا مثلا اكزومبل ا بي واحد اثنين سي دي، وإلا خليها في السي هذا الشين نتاعي من ا ليسكا سي بي، هذا الشين نتاعي الرقم كالعادة هذه صفر وهذا واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. بي اش قالك لهنا سي هاش دو اي، سي هاش الاي قداش فيها تو؟ زيرو. دونك سي هاش دو زيرو هو شنو؟ هو الكاركتير ا ولا الكاركتير ا ميسكيل؟ هل انه موجود ابارتيان للانترفال ماجسكيل ولا مش موجود؟ دونك ما يدخلش لهنا. دونك سينو شنو باش يرجع لي التيست؟ باش تولي فو ولا هكا ولا؟ دونك التيست تولي لي فو باهي فانسي. من بعد نجي لهنا شنو باش نعمل؟ جيسكا اي ايجال لونغ سي هاش والا التيست ايجال فو، نخرج من البوكل ولا نخرج ولا من البوكل؟ ليش قلنا نحن اول حاجه التيست نتاعي اول انستركسيون تيست ايجال بري هوني عملناه، بعد اي ايجال زيرو هوني الثاني، بعد شنو باش نعمل؟ سي سي هاش دو اي، عندي سي هاش دونك لهنا في الاكزومبل ما عنديش حتى سي هاش، دونك لازمني باش نعمل تورناج على ما شنو لازمني نعمل؟ لازمني ناخو اكزومبل نتاع سي هاش، تختار وانت من عندك اي اكزومبل تحب عادي تحط اكزومبل، حطيت الاكزومبل هذا انا ا ميسكيل ا ماجسكيل بي واحد اثنين سي اكزومبل حطيت وراه، مش معناها لازم يكون كيفك باش نجرب بيه، الله اعلم هي شنو تعطي بي. اش عمل السي هاش دو اي؟ اي قداش فيها من الاول؟ صفر. سي هاش دو زيرو شنو هو السي هاش دو زيرو؟ اللي هو الا ولا الكاركتير الاولاني الا الامن سكيل، هل انها موجوده في الامن سكيل الانترفال هذا؟ لا. دونك باش يمشي لي للسينو، اش تعمل لي في السينو؟ التيست باش يردها لي فوق اللي هي كانت فري، باش نشطب على الكلفري باش نردها فوق ب. توا كي رديتها فوق باش نخرج من الفانسي نلقى قدامي جيسكا الكونديسيون اللي باش تخرجني، هل اني باش نخرج من البوكل ولا؟ صحيت قلك لهنا راه واحدة منهم فري لهنا، هل اني الاي الاي قداش فيها تو؟ صفر. هل اني صفر ايجال اللونجور نتاع الشين؟ هل اني صفر ايجال لونجور يعني ستة؟ لا غلطة الاول. مي في الثانية الاو التيست ولد فوق ولا؟ دونك نخرج اوتوماتيك. علاش؟ لاني الاو شقلنا فيها نحنا المرة اللي فاتت مادام الكونديسيون الاولى غلطة صفر ولا والاو مشي لبلويس وهذيا فري فري ولا الثانية واحد صفر مع واحد قداش باش تعطيه؟ واحد اللي هي ترو، مادام ترو نخرج ولا نخرج؟ دونك نخرج اوتوماتيك. واضح واضح علاش خرجت يا جماعة؟ هذا ليكزومبل الاولاني، نجمش نستنتج حاجة
استنتجتوش حاجة انتم لهنا من الرول، طلعتوش حاجة، عرفتوش حاجة انه نجم تستنتج. نعم نخلص ويكون تبع يعني الماجيس كون اللي يتلقى بيه ماجيس كون قال سيجي مش تكون مستعمل بيه. بيه فكرة بيه دونك لهنا فمش إمكانية تستنتجوا انتوما لهنا هل أنو الديري في سي إن شان إي ألفابيتيك ماجيسكي؟ نجم تكون نجم تكون نحن أصلا نحن أصلا تنزيد نرجع نعمل بزنب لوخ تنزيد نتب الأصل تكون نجم تكون هيك بيه ثانيا الديري في سي سي هاش إي بوليين السيهاش قال انه السيهاش تينجم السيهاش 60 شين كيفاش باش يكون بوليان دونك رابطه ثانيه هكا ولا 60 شين لانه ما مش بوليان بي فيريفي سي ان شين اي الفا نيميريك كان الفا نيميريك معناها يتكون من ديز الفا بي وارقام فقط جايه من زي الفا بي والنيميريك معناها دي نومبر كان جد الفا نيميريك ما يجيكش يقول لك ما تنتمي للال الزد فقط ايرو زد معناها العديد دونك كان جد تراو زدك العديد من صفر للتسعة كان جا كلامك صحيح الفا نيميريك ما الى هنا ما حطلكش دونك دي فيلتا غلطة ديري في سي ان شان ايتين فراز دونك لهنا خلينا نعاودو نعملو اكزامبل اخر تو تفهمو بيه الاكزامبل نتاع الشين هذا تنبدل الشين ونعطيكم شين اخر نعطيك الشين هذا ا ب س د هذه الشين نتاعي جديد ب كالعادة نزيدو نعاودو هل انو سي هاش دو زيرو سي هاش دو زيرو اللي هو شنو هو الا ماجيسكي الاولاني هل انو موجود في الأ زد ب ميك دونك كي جي تستي لهنا صاي باش الاي باش تزيد بليس ان ولا دونك تولي واحد نخرج من الفانسي باش تنلقى قدامي كونديسيون ولا هل اني الاي تو فيها واحد واللونجير نتاع الشن نتاعي قديش اربعة ولا هل اني الواحد ايجال كاد نو وهل اني تيست ولد فوق لا بالطبيعة هي دري تيست من الأول ما رجعتيش دري دونك ما ثم حتى كونديسيون دري لهنا دونك شنو باش نعرف باش لازمني نرجع ريبيتي من الأول بي سي سي هاش دو اي سي هاش دو اي قديش تو الان الاي فيها واحد دونك سي هاش دو ان شنو هو بي الان البي موجود في الازيد موجود دونك شنو باش نعمل اي رسوا اي بلس ان الاي باش تولي دو ولا من بعد نفس الشيء هل اني دو ايجال كات وهل اني تيست ايجال فو باش شنو باش نعمل مادامي ما ثم حتى واحدة بلي نزيد نعاود نرجع من الاول دونك سي هاش دو قديش باش نتستيه تو سي هاش دو دو سي هاش دو دو اللي هو السي السي لهنا موجود في الازيد موجود دونك الاي باش شنو باش تصير لها باش تصير لها بليس ان تروا بي من بعد هل انو التروا ايكال كاد لا هل انو التيست ايكال فو لا نزيد نعاود نرجع السي هاش دو اي تو الاي قداش فيه تروا سي هاش دو تروا شنو دي دي موجودة دونك الاي قداش باش تولي باش تولي كاد هكا ولا نمشي نتستي تو هل اني كاد ايجال كاد وي هذه الدري والاو بلوس وهذه التيست قداش فيها تو تيست دخلنا بها دري نحنا هل اني دري ايجال فو لا زيرو لاني تيست نحكي على تيست راه تيست فيها دري دري ايجال فو ماشي ايجال فو دونك هذه كلها باش تعطينا فو فري مع فو اش تعطينا يعني واحد مع صفر تعطيني فري دونك باش نخرج من البوكل ريبيتي صاي
بشنو خرج الطب؟ ممكن نجي نثبت لهنا فيريفيسي ان شينك اي الفابيتيك ماجيسكي. التيست شو تحصلنا عليها التيست في الاخر في الاكزامبل هذا؟ فري اش معناها؟ معناها 60 شين الفابيتيك ماجيسكي. الثانيه هل اني سي هاش بوليين؟ الثالثه هل اني الفانيميريك؟ غلط. الاخيره هل اني جمله؟ لا. دونك لو هي صحيح. واضح؟ شكون عنده كيستيون؟ يعني هذه شفتك اللي ديما نحكي لكم عليها سي بوزيسيون. نسي بوزي انو الشين نتاعي كله يتكون كان من ديزالفابي ماجيسكي سي بوزون. وين نلقى؟ شفت لهنا اش عمل؟ وين يلقى كاركتير لولين يبدا يتستي بالكاركتير بالكاركتير؟ وين يلقى كاركتير ماجيسكي يقدم الكونتر؟ إن سوفي لقى كاركتير واحد مش كاركتير ماجيسكي مش الفابي ماجيسكي شنو باش يعمل؟ يقول لك لا تيست راهي ثم مشكلة في الشين، راه مشو شين أو مشو شين الفابيتي، سي تان شين مخلط، راك لقيت فيه سامبول ولا لقيت فيه كاركتير ميسكي والا لقيت فيه رقم. فهمت ولا؟ باهي نتعادوا تو للطونك. باهي مادام لهنا عطاك الاول بي فمش عطاكش حاجه لهنا على الاول بي، ما عطانيش دونك لازمني نختارهم على الاول بي. اكزامبليت كيما اخترنا السي هاش نتاع الاول بي نختارهم ديما مش حاجه طويله مش حاجه كبيره، مثلا نختار 10 و 3 مثلا. لازم تختار اي عدد، اختار 10 و 3. ليه؟ ليه ندخل هل انه الا ديفيرون دو بي العشرة ديفيرون دو بي فري، دونك ندخل البوك البونك مادام الكونديسيون تاعي فري ندخل. هل اني الا اكبر من بي فري، دونك شنو باش نعمل؟ الا باش نقص منها، الا شنو باش تصير لها؟ باش تاخذ فالور دو ام وان بي. اش معناها؟ الا قداش فيها 10 نطرح منها بي قداش باش تجيني؟ باش تولي لي 7 الا، شطب عليك العشرة وتولي 7 بي. من مازلت ما نخرج من الفانتوم كيو نعاود نرجع من الاول. هل اني الا ديفيرون دو بي؟ الا جديده بالطبيعه، سبعه مازال ديفيرون دو بي، دونك شنو باش نعمل؟ نزيد نطف. هل اني الا اكبر من بي؟ فري. نزيد نعاود نفس الخدمه لهنا، شنو باش يصير؟ سبعه الا ثلاثه تجيني اربعه الا جديده. نزيد نعاود الفانتون كو من الاول، نرجع للفانتون كو. هل اني الا ديفيرون دو بي؟ كاد ديفيرون تروا فري. هل اني الا اكبر من بي؟ صحيح ا اكبر من بي، دونك شنو باش نعمل؟ الا باش تمشي تاخذ 4 الا 3 تجيني 1 الا تولي بي. نزيد نعاود نرجع للكونديسيون تاع الفانتون كو. هل اني الا ديفيرون دو بي؟ 1 ديفيرون دو تروا. هل اني الا اكبر من بي في السيله ولا نو؟ نمشي للسينو. شنو باش نعمل؟ بي توا المرة الثانية، بي رسوا بي موان زان. البي قداش فيها؟ ثلاثة تروا إلا واحد شتا تعطيني؟ اثنين. البي تولي لي دو. نزيد نعاود الطون كو من الأول. هل أني الأ ديفيرون دو بي؟ دو ديفيرون دو أن فري. شنو باش نعمل؟ سي أ سيبيريور بي، الأ قداش فيها؟ واحد. هل أني الواحد أكبر من اثنين؟ سينون. دونك باش نمشي للسينون شنو باش يصير؟ بي رسوا بي موانزا. البي قداش فيها؟ اثنين والأ واحد. قداش باش تعطيني؟ واحد. دونك لهنا شنو باش يصير؟ أن. نزيد نعاود للطون كو من الكونديسيون، طون كو أ ديفيرون دو بي، أن ديفيرون دو أن، نخرج من الطون كو، صاي خرجت. شنو خرجت؟ خرجت الأ إيكال أن والبي إيكال أن. يعني أ إيكال بي. هذه في الاكزامبل هذا ركزوا كي يعطيناها
اعطيني هاكا نحط الاكزامبل باش من بعد نجربو اكزامبل اخر. ا ايجال 10 والبي ايجال 3، الريزلتا نتاعي ا لقيتها 1 والبي ايجال 1 في الاخر. نجموش تستنتجو رول ولا حاجة لهنا، بالنسبة لي انا ما نجمش نستنتج. نجرب اكزامبل اخر، نجرب مثلا A إيجال 10 و B إيجال 5 مثلا. B نفس الخدمة باش نعاود، هل أني الـ A ديفيرون دو B؟ فري. C A هل أني الـ A أكبر من B؟ 10 أكبر من 5؟ أكبر. 10 أكبر من 5 فري. دونك الـ A قداش باش تاخد؟ 10 إلا 5 باش تعطيني 5، دونك الـ A باش تولي لي 5 لهنا. كي نزيد نعاود تو للطونك، هل أني الـ A ديفيرون دو B؟ 5 ديفيرون دو 5؟ لا. دونك نخرج من الطونك، واش خرجت في المثال هذا؟ 5. تنجموش تستنتجو حاجة تو، هل أنو كالكيلي لو بي بي سي إن دو دو نوم؟ Le PG c'est dit de deux nombres, la puissance de deux nombres ou différence de deux nombres. خلينا نبدو من الزوز الاخرانيين، الزوز الاخرانيين هذوما. Puissance كان جبت puissance مثلا A puissance B، 10 puissance 3 قداش باش تجيني؟ 10 في 10 يعني تجيني 1000. ما عطتنيش 1000 في الاخر، عطتني 1 1 غلط. 10 puissance 5 تجيني 5000، ما عطتني 5 5، دونك مش puissance، غلط على puissance. واضح ولا ما تجيش؟ الديفيرونس دو دو نومبر، كان جبت ديفيرونس دو دو نومبر شنو تعطيني؟ مثلا A 10 والبي 5 لهنا. مثلا في الاكزامبل الاولاني كان جبت ديفيرونس 10 الا 3 قداش باش تعطيني؟ دونك اعطتني واحد هي، دونك مش ديفيرونس. واضح ولا؟ ديفيرونس معناها الطرح، عملية الطرح. يا قلنا شنو هو البي جي سي دي والبي بي سي؟ تفكروهمش هذوما برك؟ اي في المات. اي تفكروهمش كيفاش تطلعوهم؟ اي باهي، مالا شنو؟ هاي اعطوني، هذه بي جي سي دي ولا بي بي سي كان تفكروها؟ بي جي سي دي. بي جي سي دي مش بي بي سي. خلونا ناخذ، خلونا نخدموها مات، خلينا نردوها مات. عندي الا في الاكزومبل الاولاني 10 والبي 3، كي نقسم نفكك الى جزء عوامل اوليه، 10 على 2 5، 5 على 5 1، دونك هي 2 و 5 و 1، وذيك 3 على 3 قداش باش تعطيني 1؟ دونك 3 في 1. شنو العامل المشترك؟ واحد. هذاك علاش هما لقاهم واحد. في الاكزومبل الثاني A إيكال 10 كي نقسمها على 2، ها هي بطبيعتنا احنا اخترناها هاي من غير لا نعاود. والبي إيكال 5، البي إيكال 5 كي نقسم البي على 5 واحد، دونك البي قداش يساوي؟ 5 في الواحد ولا؟ ودي على 2 على 5 لانه بعد كنا نقول 5 على 2 على 2 تنجم تقسم انت على 5 على 2 وعلى 3 وعلى 4 تنجم تقسمها، تقسمها كان على 5 في العدد الاولي راه تجرب على العدد الاولي ما تقبلش القسمة على 2 وما تقبلش القسمة على 3 تقبل القسمة كان على 5 على نفسه. دونك والا قديش؟ الا ايجال 2 في 5، دونك العمل المشترك ما بين هذي وهذي اهو 5، دونك عاوني 5. دونك لهنا التركيب نتاع بي جي سي دي ثانية صحيح، واضح ولا؟ اكزرسيس ربع B.
ليش قالك لنا كثير انا الجوريثم كي تعمل دو كالكيلي اذا في شي برودكتي دا نومبر ان دونيستيك كومو بوزيتيف ايفي باهي ملاحظه لنا اول حاجه اكري لنا الجوريثم طلب عليك الجوريثم شنو واش تعمل الالجوريثم هذا باش تكالكل باش تافيشيلك مادام قال افيشي راهي ثما اكرير شنو باش تكالكل باش تافيشي لي برودوي تي تاع شنو نتاع نمبر ان دوني اش معناها ان دوني يا جماعة قولولي جاوبوني ان دوني اش معناها ايش معناها معروف السر اش معناها معروف ماهيش فاريابل لا لا سي تان فاريابل ماهيش معناها معروف نحن صحيت انت اللي باش تعطيها يعني كانه لهنا قال لك سي زير ان كانه قال لك سي زير ان كي يقول لك ان دوني اش معناها دوني شكون باش يعطيها دوني بار ليتيليزاتور انت المستعمل انت اللي باش تدخل الفالور دو ان بشرط يكون شنو ستريكتومون بوزيتيف اي بير عندك عليه دو كونديسيون دونك لهنا في سي زير تاع ان كيفاش عرفت باش نعمل سي زير تاع ان هكي كلمه دوني ان دوني هذيك راهي تعني سيزي دونك لهنا باش نعمل سيزي نتاع ان ومادام عندي ستريكتومون بوزيتيف اي بير دونك البوك اللي باش نستعملها شنو ريبيتي جيسكا خلينا في سيزي تو نمشي نكتب ريبيتي جيسكا وفوسطها دير ان وجيسكا شنو جيس ستريكتومون بوزيتيف اي اي ان شبيها ان مود ايجال زيرو بالضبط الباقي القسمه نتاع مود ايجال زيرو اش معناها معناها باقي قسمه ان على 2 يساوي صفر اي عدد يقبل قسمه على 2 هو باقي قسمته صفر هذاك علاش كتبنا المود دونك هذا سي زي نتاعنا من بعد اش قالك باش نكالكل البرودوي بي اللي هو شنو عطاك الفورميلا نتاعو راسين دو ان فوا راسين دو دو فوا راسين دو تروا فوا جيسكا راسين دو ان دونك لهنا يا جماعة البوك اللي باش نستعملوه لهنا في الكالكيل نتاع البرودوي شنو حسب رايك بور بور مسيو علاش على خاطر نعرفو هاديك شنو علاش باش نستعمل معناها ايه منين منين حسب رايك انت منين باش نبداو باش نبداو الان صحيح الان ان دونك باش نكتب اول حاجه اول حاجه لهنا عندي برودوي ولا صو برودوي دونك شنو باش نعمل قلت لكم قبل كذا كان عندكم برودوي زيرو مسيو نعملو شنو في البرودوي نعملو زيرو نحنا برودوي إيجال آن ولا هو كيفاش باش تحط لي صفر تجيني نتيجة كل صفر ليش فور وإلا بور إي دو أن أ شنو أ إن قول بي بي شنو باش نعملو تو مش نقولنا كيفاش برودوي نكتب في وسط البوك أوتوماتيك شنو بي رسوا شنو بي بلس Alors, on produit, nous sommes. Ah, étoile. Pour le fouage, non. N. Et le soir, P fois. N. La voie, fois N rata. Il goûte les fois I rata. I, I, I. Fois I, Z rata. Chouf le formule. Chouf le formule là, qui est. Fouage, non. راسين كريم تاع الاي مش نتاع الاي نمشي نتاع الاي نتاكم 1 2 3 تاع الاي هذيك راسين دو اي دو اي الاي علاش قلت راسين كريم دو اي الاولى قداش فيها هي تجي تضرب تجي تعمل له راسين كاري دو ان تعاوني جات تمرين من بعد تتولي الاي ايكال دو تمشي تعمل له في راسين كاري دو دو من بعد تتولي تروا تمشي تعمل له في
راسين تروى فهمتوا تاول فرنسي كيفاش جيس كام ان اخر واحدة باش تجي راسين دو ان واضح واضح مش فاصل الاي كيفاه هي معناتها تنقل من ان دو تروى حتى كش الان شكون ثما شكون مش فاهمة اي خاطر شكون الاي شكون الاي اصلا الاي ما نعملنا بوك البور نحنا نعطيني اوكي 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 عملنا كونتور اي علاش لانك انت كيفاش باش تحرك شنو لازم حاجه تتحرك من ان بعد تولي دو بعد تولي تروا بعد تقدم تقدم جيسكا ان يعني لازمنا بوك لهنا باختصار مادام لازمنا بوك نعرف مين نبدا من الان ونعرف مين باش نوصل للان دونك لهنا اوتوماتيك اش قلنا نحنا في البوك الفور كي ضلك نعرف منين نبدا وين باش نكمل يعني وقتاش نحبس اوتوماتيك نستعمل البور دونك هذاك علاش استعملت البور وفي الاي لهنا الاي قلنا من الان للاي دونك انت حاجتك باش تضرب البي دي ما تضربها في الراسين دو ان ولا دو ولا تروا ونحنا اش قلنا الاي هي قاعده تتحرك ان دو تروا دونك راسين دو اي هذيك هي العمليه واضحه ولا أين ولهنا بالطبيعة تتعمل ألغوريتما شنو ما قلتش اسمها مثلا نسميها برودوي اسمها من بعد تعمل الدوبين تاعك بالطبيعة نطلعوها شوية فوق ولهنا باش تعمل مازلنا ما عملناش لافيشاج نتاع البرودوي قالك افيشي البرودوي دونك ناقصتنا الريستريكسيون تاع الافيشاج اللي هي écrire شنو écrire on va dans le champ tiens ليه بعد نكملوا الالغوريثم شو قلنا نحن نعمل وقت فيديو ولا انا لي زوبجي وانا تيب ناتيف شنو لي زوبجي استعملنا الاي والبي والان كل دي زونتي لا لا الكل عندي الاي سي تانتي البي سي تانري والان اونتي علاش لاني الراسين مش تترجعلي ترجعلي ري اي دونك لو برودوي بتمت مش يكون ري بي توا اش قالك موديفي الالغوريثم بريسيدون افان دو كالكيلي افيشي لو برودوي بي سويفون قبل كان يضرب لك راسين دو ان راسين دو دو تروا كات جا وانت ماشي توا لا توا اش عمل لك البي باش يضرب لك اثنين ينقز للاربعة من بعد الستة من بعد هاي مش يبقى دو الحكاية حسن كيفاش هذي نحنا عنا نخدم لها الخدمة جيست باش تبدل في الحكاية هي باش تبدل في الخدمة نتاعك هذي في البرودوي لهنا فما حاجة تبدلوها شوي تتولي لنا خدمة مليحة ما سمعتكش راسين كاري دو بي كيفاش راسين كاري دو بي لا شوفوا الفرق ما بين الاولى والثانيه شنو حسها عدد بير يعني يعطيك صح هذيك حاجه هذيك تنجم تتذكر تدخل لك تعطيك معلومه يعني لها الثانيه مش قاعد يجمع لك في يضرب لك في كل شيء يضرب لك كان في الاعداد البير دونك لهنا اني جاوبك يضرب لك كان في البير دونك شنو باش تعمل ما يضرب لكش اي عدد راسي مانين تاع راسي كاري هذيك باش تبدل فلوس الاي مش تولي اي مود مفيش مود رانا قلنا نضربو كان لعدد البير يعني شنو باش تزيد هذيك أبي شنو باش نزيدو يا جماعة تاع خطر هنا شنو باش يتبدل الان مسيو ديك مش نقصو الاثنين انت رسمي شنو باش نعملو لها
كيفاش نخليها تضرب لي كان عدد البير؟ نعملو كونديسيون صحيح الكونديسيون وين؟ البوك كيفاش؟ قبل البرودوي هذاك اي كيفاش الشمس؟ تعمل سي الاي لا الغاز لا نشوف لو الغاز انتغري ولا البي الكل هي لازم تعمل ما نعرفش عليها هوني بدينا واحدة وانت صلح سي الاي ما نعرفش شكون تحكي الاي هذيك سي اي معناها ايبير سي اي ايبير شنو سي اي شبه يعني لازم تكون لازم تكون هي بوزيشن كيفاش نعرفها؟ نعرفها الاي بي كيفاش نعرف الاي بي؟ لازم تكون بوزيشن في المود نتاع المود المود نتاع الاي تيكال زيرو سي اي مود 2 ايكال زيرو هذيك هي الحكاية فانسي ما بكليش ما عرفتش كيفاش تجاوب ماشي حتى كان قلت لي ما عرفتش كيفاش تجاوب الطريقة الحديث نتاعك مش هو لهنا شنو باش شفت لهنا الان الاي ايجال ان كي تستي الان هل انها بير الان الاولانيه الاي الاي ما باش تبدا من الان باش نعمل نتستيها هل اني بير هي ولا مش بير دونك مش باش يدخل يعمل البرودوي نتاعها باش يزيد يرجع للاي للبور يعني باش تولي دو هل اني الاي دو بير فري دونك شنو باش يعمل باش يمشي يضرب البي فورا سين دو دو عاوني صحيحة قد ما داو من بعد باش يتعدى للتروا مش باش يلقاها بير مش باش يعمل البرودوي باش يتعدى للكات يلقاها بير يضرب راسين دو كات واضحة العملية واضحة وتنجموا اسهل من الطريقة هذي عملية اخرى شنو استعملوا البار البات ولي بدو نولي ما نبداش من هنا نولي نبدا لهنا من دو ولهنا نبدا البا ايجال بديش بديش يعني البا البا دو البا ايجال دو معناها لهنا الفالور انيسيال نتاع الاي يولي دو من بعد باش تولي لي كات من بعد باش تولي لي سيس وي ديس واضحة هاي هذي أسف من الأخر أنا زوز حق أي. واضح يا جماعة واضح بيه بيه صرح صور تهام سيسي بيه الإكزرسيس الأخريني اكري لنا الالغوريتم كي برمي خلينا ما هذا بيه اكري لنا الالغوريتم كي برمي تو سيزير ان شين كي كومونس بار ان شيفر نوني de longueur maximale 20 caractères, générer une deuxième chaîne CHN à partir de CH contenant uniquement les chiffres, calculer la somme des chiffres de CHN, vérifier si la somme est un nombre premier. B. Alors, il faut saisir une chaîne CH qui commence par un chiffre non nul de longueur maximale 20 caractères. Alors, il faut saisir, je te traite de répéter, je ne connais pas rien. Et à nous, on a barre conditionnée. ب خلينا نشوفو كيفاش باش ناخد ب نبدو بالحاجة بالحاجة نهز السطر الاولاني هذا باش نخدمو واحد لهنا هذه البارتي ا بيه سيزير إن شين
ايش معنى سي زي؟ معناها دير سي هاش يرسل هل هذيك الالغوريتم الواحد تم بعد نعملوها جيست حاجتنا بالديزاين سيكسيون كيفاش شو قلنا؟ ماذا معنى كونديسيونيت؟ دونك ريبيتي ولا؟ ريبيتي جيسكا انو سي هاش اول حاجه اش قالك كي كومونس بار ان شيفر نون الا اش معناها كي كومونس ماذا تعني اول واحده تبدا شيفر نون هي او كي كومونس شنو لانديس لولين بار كاركتر لولين شنو نبدو بالآلة نبدو بالآلة نحن كنا نطلعوا لي البوزيون للزانديس متاع الكاركتير نبدو بالآلة زيرو زيرو ماما سويك نون 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 نونيل اش معناها اش نعملها دي اوينو سيتان سياج دو زيرو هو كومونس يعني الكاركتر الاوليني تاع الشين متاعي سياج دو زيرو محطوط بين الواحد والتسعة صحيح ما بين الكاركتر واحد اي واحد وتسعة كي نقول واحد وتسعة سيتان نومبر دونك سيتان لازمك تعمل الكود والا دوبل كود كي نقول من واحد لتسعة دونك حذفت النيل هذاك هوني هذا الكونديسيون الاولاني دو لونغور لازم تتعاون من 20 كاركتير نعم ولازم تتعاون من 20 كاركتير اي شنو باش نزيد لان قبل اللين قبل اللين او اي شنو نعمل اي ولا او بيه تو بعد اللي بعد جينيري ان ديزيام شين سي هاش ان ا بارتير دو سي هاش كونتينو انيكمون لي شيف اش معناها مثلا انت عندك سي هاش فيه 5 جي نو 70 دو ان 0 4 شنو باش يفيشي لك سي هاش ان باش تحصل على سي هاش ان فيه الارقام برك 5 و 2 و 0 و 0 دونك شنو باش نعمل لهنا ثانيه تو نستعمل استنيم سيو ما نعرفش عليك اعطيني انت الحل طيب من العليا شنو هو كيفاش باش تستعمل كان عندك حل اعطينا حل ونحن هنا لك بوك ريبيتي علاش بوك ريبيتي هاي كونديسيون معينه قال لك هذايا ما تمشيش بالارقام معناها عطاك كونديسيون تبو بوك جينيري ان ديزيام سي هاش ان بارتير دو سي هاش كونتينو انيكمون دي شيف معناها انت باش تلوج في وسط السي هاش من الاول للاخر اي رقم تحطه في الشين الثاني بوك فور شنو نعمل ساعة حاجة باش نخزنو فيها اللي هو عطيها لك اللي باش تخزن فيها شنو اسمع سي هاش ان سي هاش ان من الاول انسياليزي اشنو زيرو راهو شين دكوت شين زيد فارغ يعني إن نحل دكوت ونسكرهم وما نعملش حد شيء وسطها سيتان شين زيد معناها فارغ شين زيد يعني ما فيش حد شيء فور اي دو اي دو زيرو دو زيرو اه الين دو سي هاش ان لونغ لونغ بدنا نحكي بالبيتون لونغ شنو سياش هكا ديك هي مازا ماجيش لان احنا نوصلوا للفان لونغور
نوصلوا للموازنة ديما بعدين بدينا بالصفر. دونك نوصلوا للموازنة. ايه شنو باش نعملوا تو لهنا؟ باش نتستيو تو على هذيك الكل كي نلقاو رقم نحطوه في السي اش اي. نشوفوها الساعة كانت تكون من معناها من الصفر لحديك شهر تسعة. اي قول لي شتانك؟ ثلاث فصل فهمت انا وكل ما نعرفش نكتب. اي هاي حاجتنا بالكتيب انا. بي. سي 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 ها شادية. سي هاش بشنو؟ شمال هذا الشيء ندخرة؟ رو قيلك كونتنو إني كمان دي شيف الزيرو حتىك شمسيك تبزيرو آن دو تروا وانا استنيم حاجة كما هكا أحسن حل من غير لتعمل أبارتين راح أتفي شتا تعمل؟ تمشي تحصر السياج دو إيما بين الزيرو ونو بين السفر والتسعة مش حتى كيفاش تعمل لهنا بتحصل هذه انا عارفين انا طالما قالك تفيع كيك من الصفر للتسعة نكتبها محصورة وكذا هاي كتبها احاول ولا قوة الا بالله اضرب لحظة احسب هذا ب سي كاركتر زيرو انتر ريجر سي هاش تو اي محصورة ما بين هنا اي شنو باش يصير؟ الو شنو باش نعملوا لها نحن كيفال كي من رقم باش نحطوها في سلاش اي باش نلصقها سي هاش ان رسوة سي هاش ان بلس ان بلس ان لأرقام هو لي دكوت بي سهلة سي هاش دو اي سي هاش دو اي الكاركتر اللي انت بيته في الزيرونا باش تلصقوا في وسط الشيء جاي احنا ناخذوا بسي هاش الفارغة الفيديو السي هاش ان فارغه اللي باش نعبيها باش نعبيها اي ما نقدوش نكتبوا في اللي نكتبوها اوكي باش نعبيها باللي دي كاركتر الموجودين في وسط السي هاش هذاك علاش نتستي السي هاش دو اي من الاول من الاخر من اول كاركتر يعني نشوف مثلا الاكزامبل هذا 5 موجوده نلصقها الجي مش موجوده النقطه استفهام كيف كيف 2 موجوده نلصقها في السي هاش ان ام لا زيرو موجودة في الزيرو نف نلصقها والكاد كيف كيف يعني كل كاركتر نلقاه في الزيرو نف نلصق كونكاتيني هذاك علاش عملت بليس البليس معناها كونكاتيني افيك الشين الاولاني واضح لهنا واضح فانسي من بعد فانفو سي هذيك هي الحكاية هذا الكيستيون فين جينيري عملنا الجينيري ومرنا مريك هذه فين وهذه لول بيه تو واش مازال نكالكيلي لا سوم دي شيفر دو سي هاش ان السوم هذا هي سهل ناقص كي نزيد تغلطو فيه السوم نتاع شنو السوم شنو نتاع لي سي هاش ان كيفاش نحسب السوم S رسوة 0 B B أي
0 A Along this CH N1 زائد يا جماعة رانا كنا بدينا من صفر بس انا اقول اس و اس بس اي شكون زيد كيفاش بربي بلس اي و بلس ان راني باش نجمع شوف راني شوف ليكزومبل راني شنو باش نعمل راني شوف باش نجمع الخمسة مع اثنين مع الزيرو مع الاربعة يعني لي زيري مون موجودين كيفاش باش نجمع تردو ساعة فالور ما ماشي شيء الخمسة كيفاش نطلعها الساعة الخمسة نردها بالفالور كيفاش نطلع انا ما عندهاش تو اي نرد الحلو كذا كذا تو اي ما خدش الساعه في شطار الساعه شك نحلو هذا مكلم ما عطانا زيرو كيفاش نجيك الساعه كيفاش باش نعمل هاش اي مسيو دو اي ما لا كيفاش اما هذه كاركتير دونك كيفاش تحول العدد فالور وهكا نكونو كمل مسألة على خدمته تيورا نجيبو كهو أما لا كي تظهر كل فارسي سبا أما كي تتحدق نشيسا كي تظهر إن شاء الله تتلي كذية لحظة لحظة تتلي كذية خدمها ماني فاتت هاي راي ترجع لتالي السمع أجل فارسي لك خدمناها هاي راي أجمع راي مختمناها قبيل يديك اللي نجيس قوي أما هو اللي كنا نخدم فيه نفس أهو أما جيت التيست هذا هو قاعد يعمل فيه نحن فقط الباقي كل نفس باهي مش مشكل الصعيبة هي نتاع تو اللي جايتكم تو اللي هي فيريفي سي لا سوم انت نمبر برمي ولا هذه هي الصعيبة البقية الكل خلينا نفسخوه تحب شكون يحب يصور صح؟ بي نفس خو هذا نفس خو هذا توا باش نخدمو الصوم اللي تحصلنا به نحنا ما حطيناه في الاس لازمني نشوفو سيتان نومبر عدد اولي ولا العدد الاولي هو شنو يا جماعة يقسم على واحد يقسم نفسه يقبل القسم على واحد وعلى نفسه دونك كيفاش باش نعملوها هذه ها يعطونا فكرة نعم تعمل المود المود نتاع شنو بالطبيعة ما دام باش تستيها تقبل القسم على حاجة أكيد راهي المود موجود دونك هاني باش نعطيكم البرانسيب كيفاش باش نخدم مبطة بالطبيعة نفترضوا الان يقال مثلا 20 شنو باش تبدا ابارتير من الاي ايجال دو هل اني العشرين تقبل القسم على اثنين اي دونك مش برمي صحيح حمس ناخذ اكزامبل اوف ان ايجال سبعة هل اني الان تقبل القسم على اثنين لا لا متعدد الثلاثة تقبل القسم على ثلاثة لا على أربعة دونك نحبس صاي سي تام برومي وقتاش نحبس كي نوصل للرسين مثل الشطر نتاعو حاجه كيما هكا للنص دونك لانه اي عدد يقبل القسمه على اقل او مساوي للنص اذا فت النص نتاعو
ما عادش يقبل حتى عدد مثلا كنجيل العشرين، كنجيل العشرين من 11 فما فوق ل 19 مستحيل كان تلقى عدد يحسن من العشرين. واضح؟ قالك علاش انت كي تجي تستي باش تستي من اثنين حتى للان ديف دو للنص يعني. هذه راهي قاعدة في المات، يعني ما جبتلكمش حاجة جديدة. حاجة في المات، يعني العدد أي عدد راك تجربه يقبل القسمة بطبيعة على واحد، هذيك معروفة. من اثنين حتى للنص، إذا فت النص ما عادش يقبل القسمة على حتى عدد إلا نفسه. واضح البرنسيب كيفاش باش نخدمو نحنا؟ أيوه. يجيش منه نخدم بالبوكل فور لهنا. لا علاش لهنا؟ لاني شفت في الاكزامبل الاولاني 20 كي جربت 2 صاي ما قبلش نحبس مش نزيد نكمل اللي بعد. في الاكزامبل الثاني ان ايجال سيت جربت 2 بعد 3 بعد 4 نخرج الاصل ما نوصلهاش لاربعة لانه النص نتاع 7 هو 3 7 ديف لانه 7 ديف دو تعطيك 3 7 قداش فاهم 2 تروى دونك نحبس تروى دونك لهنا يا تنجم تستعمل الريبيتي والا بونكر والاصح بونكر باهي. دونك كيفاش باش ناخذ؟ باش نعمل كيما قال لي خويا نعمل تيست وسوا فري صحيح. هذيك تنجم سي بوزي انا مش تيست وسوا فري سي بوزي انوش الاس ام تي سي تان نومبر نومبر بريمي والا حسب الخدمه نتاعك راه نفترض بري معناها بريمي سي بوزيسيون هذه راه مش معناها هو بريمي سي بوزون انه الاسم تاعي الصوم اللي فلا ما حسبناه قبيله من بعد توا شنو باش نعمل؟ باش نعمل؟ الكونتور باش انا قلت لكم في الريبيتي والطونكيو لازم الكونتور الكونتور منين باش يبدا؟ قلنا باش يبدا من دو طونكيو شو قلنا نحن الكونديسيون الاولاني ici طونكو شنو؟ لا لا علاش سي سي تخدم لك مره واحده اي بس اي سامحني ما سمعتكش اي اصغر ولا يساوي اثنين؟ لا مش اصغر او يساوي الاثنين هي بطبيعتها اثنين كيف باش تقول لي اصغر او يساوي احنا باش نتستو باش نتستو توا شنو الاس هل اني تقبل القسم على الاي ولا طونكو كيفاش نعرف هذا هو القسم على الاي؟ مود ايجال زيرو اس مود اي مش مود لانه الاي قاعدة تزيد راه شبيها ديفيرون دو زيرو ولا ايجال زيرو؟ نحن شنو حاجتنا بها؟ وقتاش نكمل وقتاش في الاكزامبل نتاعنا لهنا وقتاش نكمل الاي نزيدها بليس ان تولي تروا وبعد نتعدى اللي بعد وقت اللي هي ما تقبلش القسمة دونك ديفيرون دو زيرو اللي ما تكتب هكا في الالغوريثم اي شنو الكونديسيون الاخرى وش قلنا نحن على الاي عشان قلنا ما لازمش تفوت النص تخش الشطر اي شنو اي انفرير ويجا ينجي مش ان اس واضح ولا خير شنو باش نعمل الاي باش نزيدها في اي رسوان بي توا باش نبقوا نحسبوا نحن كيما عملنا لهنا خلينا شوفوا خلينا نعمل تورنج على ما باش نزيدوا تفهموا مع بعض بي بي نفترضوا الاس نتاعي 20 في الاكزامبل اللي خذيته نفترضوا نحن التيست انتم عملتوا سي بوزيسيون انه التيست نتاعي فري اش معناها؟ معناها سي تان نومبر بريمي الاي رسوا دو بدينا هل اني الاس مود اي ايجال ديفيرون دو زيرو عشرين مود دو
مش جي ايجال زيرو، دونك باش يدخل للطونكو ولا؟ أجمع عشرين كي نقسمها على اثنين الباقي قديش؟ زيرو. ونحن نحن اش كاتبين لهنا؟ ديفيرونس. دونك باش يدخل للطونكو؟ لا ما يدخلش. دونك لهنا لازمني نرجع شنو؟ لازم التست تكون فوق. لا لا ما تكونش صحيحة الخدمة. لازم التست تكون فوق ونحن مش حاطينها فيها من الأول. مفري. ولهنا في الحالة هذه لازمني نعمل فوق. يعني شنو نزيدوها تحت الطونكي شنو نزيد؟ يعني بعد لا نخرج من الطونكي شنو نعمل؟ ايه بس سير مثلا في غبيت نحط السيبات نحط السينا نحط السينا والطن كي مو احنا ساعة نحط الطن كي كيف نحط السينا وكيف نحط شنو هو؟ الدكتور وفامبور احنا ما غبيتي نحط غبيتي بعدك نحط السينا نحط الكونديسيون نحط لين غادي كي بعدك نحط السينا كي حشنا بالتست جينيروس يا احنا عندنا الطنكو كيفاش نعملوها؟ سامحني اش تقصد بالسينو؟ ما فهمتكش ترى. احنا كاين عندنا ريبيتي مانيش نخدمو بالطنكو. ايماجيناسيون. اي ريبيتي باش نعملو. باش نحطو سي. لحظة شنو باش نحط سي؟ نحطو كونديسيون. نحطو كونديسيون. حط ريبيتي جيسكا كونديسيون. مش سي. شنو سي؟ ريبيتي جيسكا كونديسيون. يعني ما كنتش تعمل كونديسيون الاولانيه اللي تكون فيها هكيك تكون ديفيرونس زيرو وكل بعد كده لا انت هنا كان باش تستعمل ريبيتي باش تعمل تولي لك بطريقه اخرى هنا باش تولي لك تعمل قصتها سي الاس مود اي ايجال زيرو باش تولي لك تيست ريسوادري اي كيفاش باش تولي لحظه تحب تكتبها بالريبيتي هذي شفتك التيست من الأول ما عملنا بري والإي عملناها رسوادر وريبيتي بي لأنها بطبيعة خلف عليها أن مش دو ونجي لهنا نعمل إي رسوادر إي بلس أن ما بدلت حد شيء راي أن دي كنت نبدأ من دو وليت أن زدتها أن قبل لا نبدأ نفس الشيء C S mod E equals zero. Alors, شنو باش نعمل؟ التيست باش تولي لي شنو؟ تيست رسوا فوق. ف C لهنا جيسكا شنو؟ يا تيست يا تيست ايكوال فوق والا والا الاي سوبيريور ا اس دي 2 سوبيريور مش ايكوال نعم سوبيريور لا ما هو النص نحن باش نتستو زين اوكي ما دام باش يتست النص دونك الحين كي نعملو سيبيريور هو ايكال يوصل للنص يخرج فوق شكرا نعم ما سمعتكش مش هكي يا اخي ما ندريش عليكم انا نعطيكم الميثود هذي وبالطبيعه هذي مازلنا ما خلينا هكا ومن بعد تو نرجعو لي اكيد راهي مازالت ما ركحتش يعني ريبيتي زاد فيها بعض التغييرات باهي مادام ركحنا نحنا ريبيتي خلينا نشوفوها الاس مود اي لهنا ايكال زيرو دونك تقبل قسمة جيسكا تيست فو والا الاي سيبيريور ا اس دي دو هكا اون برانسيب من بعد ترجع لك لهنا ترجع لك التيست يعني التيست باش ترجعها بري ولا فوق باهي نرجعو للطونكو طونكو لهنا لازمنا نعملو لهنا اكزامبل كيما وريتلكم مثلا اس ايكال 20
كي نجرب على دو الاس شنو باش تعطيني؟ اس باش تقبل القسم على 2 اون برانسيب. الريزلتان تاعي بعد لا نخرج من الطونكيو لازم التيست تكون فو، ما هي فري تيست. دونك كيفاش نخليها تكون فو؟ لازم نبدلو البلي يعني الاس مودريت ايكال لا هذيك امريكا. تم تيست باش نعملوه لبرا، شفت هذا اللي عملني في الريبيتي الداخل، تم تيست باش يجي لهنا اللي هو شنو؟ سي شنو؟ سي الاي اصغر من شنو؟ اثنين. علاش اصغر من اثنين؟ اصغر من اس مش كتبناها ليه ما قبل ما في الاولانيه اسمها اهم بس احنا نحين الناس شو هردوا في تحت الطريق اي ميرسي فانسي لنا سي اي اصغر ايش معنى سي اي اصغر من اس دي 2 شكون يفسر لنا أقل مستر ليش معناها؟ شنو الفايدة نتاعها أصغر من النص؟ ما هو يعني حتى المواطن اللي نحن نرمى المال العدد يعني شيف بس بلوك ما نحسبوش كيف كنا نحسبوه؟ ها؟ شكيتو شو قلت لا ري ما حاجتي كما لو مستقيم لا لا قلت لك شغلت في لا قلت لك هذه علاش نعملوا فيها نحن السي بس شو 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 نحن في العادة باش يكون عدد البريمي مثلا كيما السبعة وانا باش نقسمه على 2 3 وقتاش نقول انه عدد البريمي كي الاي وين توصل مشترك خلينا نجربه على السبعة ونشوفوها تفوت ولا ما تفوتش باش نفهموا الامور كما لازم. خلينا نجبدو هذا لوك، خليها لوك هذا باهي. راهي ماشي صعيبة انا تركزوا فيها شوية تجيكم امريكا حول الله باهي. اس التيست خليناها باش نعمل تورناج على ما باش تفهموا بيه. تيست ذري الاي فيها دو دونك اس مود اي السبعة مود دو ديفيرون دو زيرو سبعة مود دو ديفيرون دو زيرو ولا ايه والاي مازلت اصغر من النص النص نتاع الاس شنو سبعة على اثنين النص نتاعها هو ثلاثة ولا مش ثلاثة ونص ثلاثة يعني نخدم على دي الاي مازلت اصغر ام مساوية لثلاثة هكا ولا شنو باش تصير لها الاي؟ اي بلس ان تزيد تولي ثلاثة باهي. هل اني سبعة مود تروا تو سبعة مود تروا هل اني ديفيرون زيرو؟ وهل اني الاي اصغر او مساوية للتروا ثلاثة اصغر او مساوية لثلاثة دونك الاي بلس ان تتولي يا هل اني الاي تو السبعة مود كاب ديفيرون زيرو وهل اني الاي اصغر او مساوي للاربعة اصغر مساوي للثلاثة دونك تخرج من الطونك كي نخرج من الطونك نمشي نتستي على الاي نتاعي كيفاش فيها تو الاي اربعة ولا هل اني الاربعة اصغر من النص لا دونك لا مش باش يدخل لي لهنا مش تبقى فري تيست دونك سبعة سيت ان نومبر بريمي فهمت ولا شلون مش يدخل لك الغاتكين لهنا سي اي انفيريور ا اس دي 2 الاي قداش فيها الاي ما فيها كات ولا والاس دي 2 مش تروا هل اني الاربعة اصغر من ثلاثة دونك الاسم السي مش باش يدخلها اصلا دونك التست تبقى فري
ناخذ مو اكزامبل اخر باش تفهموا بيه. الان ايجال ديز والا الاس ايجال ديز، نعاودوا نفس الخدمه بالاكزامبل اس ايجال ديز باش تفهموا انتوما الفايده نتاع السي اللي عملتها البيك. اس ايجال ديز والتيست كالعاده فري، والاي دو. هل انه الاس مود اي ديفيرون دو زيرو ولا العشره مود دو؟ دونك غلط، مش باش يدخل للطونكو اصلا. شتا يعمل؟ يخرج. شتا يبقى قدامه ماشي سي ولا؟ هل اني الاي دو اصغر من الاس دي دو؟ الاس دي دو قديش؟ 10 على 2؟ تعطيني 5. هل اني دو اصغر من 5؟ دونك تيس باش تولي لي فوق. ايش معناها؟ معناها انت ما دام الاي ما فاتتش النص، اش معناها؟ راهو الجا اي تقسم الاس، فهمت ولا؟ ما دام ما وصلش للنص، يعني اي انفيرير النص نتاع الاس، راهو في الفيريفيكاسيون في التونكو لهنا، راهو الجا اي تقسم الاس تحت النص. ما دام اي عندنا عدد يقسم الاس دونك ني با بريمي. فهمتوا تو؟ فهمت. يعني السي هذيك شنو تفيدنا؟ تفيدنا انه في حالة الاي فاتت النص راه ما لقاش حتى عدد يقسم الاس. في حالة الاي خرجت اقل من النص، اش معناها؟ معناها راني لقيت عدد يقسم الاس غير واحد ونفسه. دونك ني با بريمي. فهمتوا اللوجيك نتاعها كيفاش؟ سافاج معكم؟ هي صحيح راهي ك نقولوا نحنا كخدمه تلقى معقده شويه. علاش؟ بالنسبه ليكم انتوما، لانه كان جيتوا تخدموا برشا اكزرسيسات مع الوقت راه تتحسن توليك حاجه بسيطه، مي انتوما ناقصكم الخدمه. قد ما تخدم اكثر قد ما هذه حكايه ريزومون، يعني مش حكايه لا حفظ ولا حتى شيء. معناها اذا انت فاهم البرانسيب راك حتى بعد عشرة سنين تخدمها ومرك امريكا، فقط تفهم البرانسيب كيفاش ياخد. فهمت ولا؟ واضح يا جماعة؟ دونك هذه من غير لا تصوروها، الجمعة الجاية انتوما تحاولوا فيها في الدار. اوكي. هذيك اخر بارتي في الاكزرسيس دونك.